You feel better? It seems so. Anyway, don't worry. I will pass at night to check on you. All right? Thank you. Take care. بصي هتلاقيه قدامك على طول. طيب ما تقوليش فين، انا هعرفه من ريحته. طب على مهلك. انا مين؟ انت حبيب قلبي من جوه. ايه الصوت ده؟ ايه تعالي. انا لا 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 انا كفيفه، ما بشوفش يا سيدي. ومش فارقه والله، ما بشوف والله يا سيدي. ما فارقه ما هو اكيد احسن لي. والله راضي انا هنا يا عم. في 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 يا استاذ، في يا استاذ، في في يا استاذ. ما تقصدكش معلش، ما تبعك ايه يا عم، ما تقصدكش معلش. انا وانت واحد يا ريس. معلش معلش معلش، احنا اسفين جدا. معلش معلش، اتفضل تعالى. ماشي يا حبيبتك، ما تخصكش. في ايه؟ طب تعالى انت. لا ولا انا مش فارقه، انتوا الاثنين. ولا مش دي يا عم، مش دي يا عم. طب تعالى انت يا عم. تعالى اي لحمه، اي لحمه خلاص. يلا ادي توكل على الله. البلا وانت شباب محمد السكي مجمع على كله انت. لما اعمل لك كده سيبيني لوحدي. ايه يا بنتي انت، يعني حد كده تسلمي عليه؟ اعمل ايه، ما كان حاطط نفس البرفيوم بتاعتك. نفس البرفيوم بتاعي ده، ريحته في سيخ. غريب قوي الراجل ده. ازيك يا ساره؟ الحمد لله تمام الحمد لله. الحمد لله. الطريق كان زحمه؟ اه تعبت قوي وانا سايقه. بالنسبه لان انا قربت احلق دقني. ايه؟ ايه لا ده كان نفسي احلق دقني قبل ما انزل. بالنسبه للجوزه طب انا على فكره رايحه التواليت. يا ريت. بقول لك ايه بقى، يعني خدي راحتك بقى، ها شاور بقى وجاكوزي بقى وساونا ومساج، ويا ريت يعني لو امساك كده شويه، امساك كده على المشي. تعب نفسك قوي انت على فكره. على ايه؟ كان ممكن تقول لها قومي امشي من بدري. انت متاكده انك مش شايفه؟ بس بحس. انت برج ايه؟ برج الاسد. ايه ده انت برج الاسد؟ انت عارفه ان انا كمان برج الاسد؟ لا يا راجل. سبحانه وغير الاحوال ولا حول ولا قوه الا بالله. انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ولا اي حاجه الحقيقه. مش حلو ها؟ حلو. كنت حاسس ان مش حلو. ممكن اسالك سؤال رخم شويه؟ يا ريت ترضي. هو انت ما ارتبطتش خالص قبل كده؟ ارتبطت الحقيقه، ارتبطت كتير كمان. بس الحقيقه مفيش انسان عرفتها حسيت ان انا ينفع اكمل معاها حياتي. بس تعرفي؟ بجد امنيه حياتي ان انا اتجوز واعيش في اسره مستقره واخلف، خلف طفل كده زي الملائكه، يجي لي طاير كده ويقول لي يا بابا بابا. فاهمه؟ نفسي اعيش عازب، ما بحبش الخرفه خالص، والستات مزعجين في البيت جدا. بقى ايه اللي حصل؟ فيش ولا حاجه، اتوبيس صغير كده عدى عليا الحمد لله، بس رجعت بالسلامه. يلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ممكن اسالك سؤال غلس؟ لا. طب ممكن اسالك سؤال اغلس؟ يعني هو لو اغلس قوي يعني ماشي. انت ارتبطتي قبل كده؟ اه ارتبطت مره واحده، بس هو ما تحملش الاعاقه. انا عارفه انها حاجه صعبه شويه. ما تقوليش اعاقه اساسا، انت زي القمر واجدع شاب فيكي يا مصر يتمناكي. وعلى فكره انا اجدع شاب على الترابيزه دي. هو انت اللي حصل لك ده كان سبب حادثه؟ سارة أنا قلت حاجة ضايقتك؟ هي بس أنت راحت فين؟ في الحمام وجاية. أنا لازم أمشي. إيه بس؟ في إيه طيب؟ بس أنت راحت فين؟ استنى لازم أمشي معاك. لازم. إيه ده؟ يا عمي ولا إيه؟ أنا آسفة، أنا عمية فعلا. لا مش عامل، روح امك. ايه يا عم؟ بس انت عبيط ولا ايه؟ دي كفيفه يا اخي. ما ايه ما عندكش دم؟ وانت ايه يا مؤاخذه عبيط؟ يلا قومي فزي. انا ممكن اعرف ايه اللي مشاكي لوحدك بس؟ ايه اللي قومك دلوقتي؟ قلت لكم 100,000 مره مش كل الناس بتفهم ظروفي. وبترعب اروح مكان انا ما اعرفوش. طب ممكن ما تعطيش؟
ما تعطيش لو سمحتي، وبعدين هتخرجي وهتروحي كل الاماكن وهتعملي كل حاجه وهتسوقي توك توك. برضه بتعيطي؟ طب بقول لك ايه؟ ورحمه شرفه لو ما ضحكتيش دلوقتي حالا لا اقلع لك مالته في وسط الشارع. ايه؟ برضه بتعيطي؟ طب اهو هقلع لك بقى كل اللي فوق اهو مره واحده. اسود قلع التيشيرت يا اختي، قلع التيشيرت يا لهوي. ايه يا استاذ قله الادب والوساخه اللي انت مالك في دي؟ بس حاجات تيجي فاهمه كده، حاجه مش فاهم حاجه. وادي البنطلون اهو، وادي البنطلون اهو، وادي البنطلون اهو. انت مجنون ايه يا شاب اسمر الحلاوه دي؟ وادي البوكسر كمان اهو، بص البوكسر. لا لا الحلاوه، وادي البوكسر، البوكسر اتفرجوا يا عالم على البوكسر اهو. لا وادي البوكسر اهو. لا يا مجنون اهو اهو. طب خلاص خلاص صدقني خلاص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ما علقتش يا جدعة، انت ما علقتش يا جدعة، انت بتضحكوا عليا، بتضحكوا عليا، بتستهبوني يا جدعة، بتستهبوني يا جدعة. صباح الفل يا عم اسلام، غبت لك معانا الدكتور. صبح انجكشن، اين المتعاطي؟ حبيب قلبي يا انجكشن خش عليا. ادينا انجكشن، ادينا انجكشن، ظبطنا انجكشن. خش انجكشن، ايوه انجكشن، اللي انجكشن. بس اسمع فريندس، في حاجة اسمها أداب التعاطي، ده برشام مخدر، هتاخد البرشامة من دول تلاقي نفسك ركبت القطر وسافرت توووووت لحد ما هتوصل لسفح الأهرامات الثلاثة، خوفو وجعفر ومنتجع. عارفهم العيال دي مغيزة. العيال دي كويسة أنا؟ العيال دماغها عالية أوي يا نغم. بس أنا البرشام ده آخر مرة أخدته أول ما ركبت القطر أبويا شخ فيا. بس إيه؟ طب أنا مش عارف أخبي ده فين، وخايف أخويا يشك فيا، يشك فيا أنا كمان. إيه يا جدعان، ما كل واحد بقى يشك في الحتة اللي تريحه. بص أخويا، أنت لو كمرت ده في أي علبة أدوية مش هيبقى في شك في الوجود. ورا العمود. وأنا ورايا مش ورود. أنا مش مبسوط. طب طير أنت بقى محمود. إيش تعبوت؟ على فكرة يا رجالة أنا مش موجود. بقول لك إيه يا ستايلست؟ أمر سامي يا أحمد، الجونت ده تضربه كويكلي اون ذا ضرب، ودول مع دول يبقى ايه؟ بونا بيتيتو. سلام انت كتاكيتو. سيو 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 سيو. مظبوطة. انا حاسس انا مش مظبوط يا نغم من زق. ايه ده؟ ايه يا نغم ده؟ انت قاعد اخرج نفسين وكوباية شاي انا انجخ. لا لا بس بجد البيت ذوقه رائع. عجبك؟ جدا. طب الحمد لله. بصي بقى جبت لك ايه؟ بصي دبدوب، بصي شبهك ازاي؟ كوشي 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 كوشي. ايه ده؟ ايه؟ انا عارفه الدبدوب ده. لا لا لا، ده لسه جايبه حالا، بس هو جديد بتبقى ريحته غريبه شويه. ايه ده جاي ليه بقى؟ في حاجة اسمها أنت جاي ليه؟ مفيش أهلا وسهلا، شكرا على الهدية. لا مش قصدي طبعا، بس يعني جاي تقول لشهد إيه؟ جاي أقنع أختك بالسفر. طب هتقول لها إيه بقى بالظبط؟ بالظبط أول ما تخش عليا كده أقول لها مساء الخير يا عمي. عمك قال... إيه يا عمي؟ دي أختي. طيب مساء الخير يا أختي. أيوه أنا الحقيقة جاي لك. أهلا يا نور. أهلا، مساء الخير يا أختي. إزاي حضرتك؟ أنا الحقيقة كنت أجيب لك هدية بسيطة كده، قلب أحمر صغير كده، عشان أنا عارف إن أنتوا عيلة حقودة شوية، تقعدوا تجزوا 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 لما تتعصبوا يعني زي الأمورة كده، تجزوا 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 تجزوا. زي أمورة. طب يا شباب أنا هروح أعمل لكم آيس شوكليت. ها؟ طيب أساعدك؟ حطي دي مكانها. أساعدك طيب؟ ساعدني إيه يا ابني؟ أنا ممكن أتشقلب لك هنا، ده بيتنا. شايفك بسين اللي قدامك ده؟ ياما خدت فيه بطولات كتير. كتير؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحرسك. هاي نور، كنت عاوزني في ايه؟ هو المفروض ان انا جاي اقنعك بالسفر، بس الحقيقه انا عايزك عشان حاجه تانية. انا بحب ساره. بحبك. اه يعني بحبك. اعمل ايه يعني؟ انت وترتني قوي على فكره، انت ما قلتليش انك انت جاي تقول لي كده. بعدين قصدت اقولها قدام اختك عشان انا ما بحبش اعمل حاجه من ورا حد.